ويا مساء الخير ويا مساء السعادة والورد على أجمل المتابعين، إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا زي ما عودناكم بنبدأ تغطيتنا بالأشياء الجديدة اللي وفرناها لكم، وأذكركم حبايبنا مواعيد دوامنا من الساعة 8 صباح إلى 1 بالليل. وحبيت أبدأ لكم تغطيتنا اليوم بالمنتج الجديد اللي وصلنا، تجيك بيالة شاي قزاز مع قاعدة جدا جميلة وأنيقة، وأيضا وفرنا لك منها أيضا فناجيل القهوة للي حابة الطقم، وفي منها شكل آخر تأخذين البيالة مع القاعدة ب5.75 ريال هلل، وأيضا تنفع على شكل هدايا لأن تصميمها وتغليفها جدا أنيق. وشوفوا معاي جمال صحون التوزيعات هذه، موفرينها لكم بعدة أشكال، في منها الصدف، النجمة، المدورة، وموفرين لكم منها اللون الأبيض والشفاف والذهبي والملونة أيضا، تأخذين القطعة ب5.75 ريال هلل. وشايفين جمال وأناقة التصاميم اللي موفرينها لكم من السكريات، في تجيك منها الشفافة وأيضا الملونة بتصاميم جدا أنيقة، تنفع أيضا للشوكليت، تنفع تحطين فيها شمع على الطاولة، جدا أنيقة، تاخذين القطعة ب5.75 ريال هلل. واللي يحبون الفخامة واللون الذهبي وفرنا لكم هالسكريات القزاز، تجيك بتصميم معدني وغطا وملعقة أيضا، تاخذين القطعة ب5.75 ريال هلل. وشيالات الكيك السيراميك جدا أنيقة، تجيك بقاعدة وبحواف ذهبية، موفرين لكم منها اللون الأصفر والأخضر والوردي والسماوي والأحمر، وأيضا موفرين لكم منها الأبيض بتصميم جدا أنيق. ويا جمال وفخامة صحون التقديم هذه، تجيك بقاعدة مراية، في متوفر منها الحجم الصغير والوسط وبعدة نقوشات، وتاخذين القطعة ب5.75 ريال هلل. ولا تفوتكم سلال التخزين والمنظمات هذه اللي تفك علينا أزمة، مرة تنفع لألعاب الأطفال، للكتب، للكريمات، للشراريب، وأيضا لملابس الأطفال إذا بنحطها في الدواليب، وتاخذين القطعة ب5.75 ريال هلل. ومن الدور الثاني موفرين لكم تشكيلات جدا واسعة من التيشيرتات والبلوزات الرجالية، أي قطعة ب5.75 ريال هلل. الأنيق والجميل هذا كتبنا لكم هنا ما شاء الله بكل حب، شوفوا لي بس الجمال، راح يكون طقم صفرة قزاز باللون الأسود والحواف الذهبي، في منه شكل دائري، شكل صدف، في منه زبديات، طقم كامل ومتكامل، وبالسعر اللي حبه قلبك 5.75 ريال هذا من قطعة واحدة. قاعدة أصور لكم بكاميرا الجوال عادية عشان يوضح لكم اللون الأسود الصح. شوفوا كمان هذا الشكل، على شكل ورقة الشجر، يعني زي ما قلت لكم ما شاء الله طقم كامل ومتكامل، كمان في من الزبديات سواء على شكل صدف، الدائري، وشكل الوردة. وللي يحبون الكب كيك والمبدعين في صنع الحلويات، لا يفوتكم هذه القوالب الورقية اللي اخترنا لكم لليوم بتصميم جدا لطيف وايد فود. طبعا وفرنا لك من هذا الشكل المربع، وفي منه كمان الشكل البيضاوي، ولو حابة السادة كمان اخترنا لك، وفي هذه التشكيلة جنة. تخيلي كم حبة راح تاخذين 48 حبة، وبسعر 5.75 ريال هللة. كمان هذه التشكيلة راح تاخذين 18 حبة وبسعر 5 ريال. وشوفوا معي جمال هذه المجموعة من أكواب الكب كيك، طبعا الحلو فيها أنها راح تكون قابلة للحرارة وبألوان جدا حلوة ما بين البني، الوردي، السماوي. حبيت هذه التشكيلة من المنظمات وقلت لازم أوريكم إياها، منظمات بلاستيك بحجم جدا مناسب وبعدة ألوان، تحطون فيها مثلا البرطمانات في المطبخ، تحطون فيها كتب، أدوات العناية، وغيرها من الاستخدامات. الحين بوريكم بسناب الجاية صور لاستخداماتها، راح تاخذين منظم واحد وبسعر 5 ريال. تقدرين تغيرين ديكور بيتك بأقل تكلفة مع التجليد اللاصق اللي وفرنا لك لليوم، راح يكون 2 متر بأكثر من شكل، ممكن تحطينه على الطاولات، على الجدران، أو حتى على دواليب المطبخ. لو كنت تدورين على طقم كامل للقهوة والشاي لا تشيلين هم، وفرنا لك اليوم هذه التشكيلة الجميلة والمتكاملة من فنجين القهوة السعودية وفنجين القهوة التركية وحتى بيالات الشاي بنفس التصميم،
طبعا في منها اكثر من شكل زي ما شايفين، كلها راح تكون شفاف ومورده. راح تاخذين الفنجان مع الصحن الواحد بسعر 5.75 ريال. هذا خلوني اكمل لكم التغطيه من قسم الحلويات مع اللي حبيتوه، وتوفر من جديد بنكهات اكثر. كابتشينو من شركة موكاتي الغنية عن التعريف، وفرنا لك بعدة نكهات ما بين الكراميل ما بين البندق الشوكولات النكهة الكلاسيكية، وحتى عندكم تقريبا اللاتيه الحلو. ما شاء الله راح تاخذين 8 ظرف داخل البوكس وبسعر 5.75 ريال. حلالة بس. وشوفوا معي جمال ولطافة بطانيات الأطفال والمواليد عالية الجودة، راح تكون فرو ناعم بأكثر من شكل، كل شكل أحلى وألطف من الثاني. صدقوني مستحيل تلقونه ب5 ريال في أي مكان غير عندنا في المركز، وهذا راح يكون مقاسها.